اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل معكم ضيوفنا وابطالنا، ابطال كره اليد للناشئين في النادي الاهلي، ابطال بطوله منطقه القاهره لكره السله. ولكن في البدايه برحب بالمدير الفني للفريق كابتن علي. مساء الخير يا كابتن علي، منورنا والف مبروك بالبطوله. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. ايضا المدير الاداري للفريق كابتن ماجد. مساء الخير يا كابتن ماجد، والف مبروك. ربنا يبارك فيكم. مساء الخير. الله يبارك. وكابتن الفريق كابتن زياد اسامه. مساء الخير يا كابتن زياد. مساء النور، الف مبروك بالبطوله. الله يبارك فيك. كانت صعبه البطوله. بس احنا الحمد لله يعني استحقناها بالجداره. دايما انتوا قدها ودود. وبلاي ميكر الفريق واللاعب الحريف كابتن عمر. مساء الخير يا كابتن عمر. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ زي الفل. الف مبروك كاس البطوله كده دايما تجيبوك. كابتن علي، هبتدي بحضرتك. يعني المرحله العمريه في الناشئين تحت 18 سنه بتبقى المنافسات، الفوارق مش بعيد قوي، بتبقى المنافسه صعبه. ازاي قدرت تكون فريق في المرحله ديت تديهم اساسات في نفس الوقت تنافس على البطوله وتحصل؟ بص، هو الجيل ده في النادي الاهلي يعني من سنتين ثلاثه وهو متوقع له اللي هو يبقى جيل كويس، يعني فيه هيبقى في 7 8 بروميسنج هيبقى، وبعد كده الفريق الاول في الدرجه الاولى. احنا ابتدينا فتره اعداد عادي جدا، ما فيش اي مشكله. كان في 5 في منتخب مصر، بدانا شهر 7 واستمرينا فتره اعداد، بدات تدريجي ولحد ما وصلنا امبارح، يعني لحد ما خدنا البطوله ان شاء الله. هو كان مين اكبر المنافسين بالنسبه لك؟ كان عندنا في بطوله المنطقه كان في فرقه الجزيره، فرقه كويسه، وفرقه الجيش، ومصر تامين، دول اللي وصلنا بيهم الفاينل 6 يعني. وكان اتصالات والشمس. اتصالات والشمس كان كل دول من الانديه اللي فعلا عندها برضه اهتمام على في الباسكت بول بشكل كبير. هي المرحله العمريه يعني فيها يعني المنافسه قويه جدا، وكمان ان بيزيد المنافسه ان السن ده عنده منتخب مصر هيلعب كاس عالم شهر 7 الجاي ان شاء الله. ودي دوافع اكبر كابتن. طب دي بالنسبه لهم دوافع اكبر. كابتن ماجد، اروح لك. طبعا دورك مهم جدا، الحفاظ على قوام الفريق، فرقه بتنافس، فرقه كلها شباب، بتبتدي تظبط لهم جداولهم بموضوع صعب مش سهل بالنسبه للفرقه. اكيد طبعا، اكيد طبعا، اي حاجه في النادي الاهلي مش سهله، بس الحمد لله احنا المنظومه الاداريه مكمله يعني كلنا تيم واحد، مكمله للجهاز الفني. بحاول انسق واريح المدير الفني من ناحيه يبقى هو شغله كله نواحي فنيه، جميع النواحي الاداريه بتجهيزات الاتصالات بيننا وبين الاتحادات والمنطقه، جداول المباريات، التنسيق في جداول التدريب، الانتقالات اللعيبه، التحركات بتاعتهم، كل ذهنه ده شق الشق الاجمد اللي هو جوه المباراه نفسها، جوه المباراه على البنش لما بنقعد. مش قادر اقول لك القصه. المدير الفني بيبقى مركز مع اللعيبه، كل واحد الفاولات بيبقى محتاج ان هو يعرف التايم، الباسكت سريع جدا. فمحتاج كل لعيب ببلغه كل واحد ده خد كام فاول بالنسبه للسكور، كم الفرق بين السكور، كل شويه كل ما يقل امتى التايم اوت، لو عايز تايم اوت الحق بلغ الترابيزه على طول ان هو ياخد تايم اوت في الوقت المعين. الحمد لله مكمله يعني الدنيا كلها، احنا كلنا جهاز متعاون. النادي الاهلي عودنا على ان احنا ستاند باي، جميع البطولات بنبقى جاهزين لها قبليها، في فتره اعداد جامده، في فتره تجهيزات بابا مجهز كل حاجه، الانتقالات، الملاعب، التدريب، لو جه اي طارئ او اي حاجات طارئه بالنسبه للاتحاد والمنطقه في تعديل المباريات او تعديل الجداول، كل ده لازم ابلغ للجهاز للمدير الفني بحيث ان هو يبقى متفرغ تماما كل ذهنه في اداء المباراه، ملوش دعوه باي حاجه من نواحي انتقالات اللعيبه، التدريبات، الصلاه. دي من اهم الحاجات اللي بتريح المدير الفني بحيث انه يركز كلها في شغل الشق الفني، السمات كلها اللي بتكمل ان احنا نقدر ناخد بطوله. لا واكيد ما شاء الله حضرتك وكابتن علي هشام يعني عاملين تيم ورك على اعلى مستوى. اروح ليك زياد. زياد قائد الفرقه وكابتن، عايزك بقى تعرفني بمركزك وتعرف جماهير النادي الاهلي بيك وفريقك. انا مركزي كاتر. احنا كفرقه كلنا يعني احنا فرقه الحمد لله متكامله. فيعني هم حتى مسهلين لي موضوع ان انا ابقى كابتن الفرقه، يعني كل واحد فيهم عارف دوره كويس جدا، كل واحد فينا بيأدي دوره كويس. فانا كدوري ككابتن فرقه ان انا يعني لازم دايما ابقى قدوه ليهم، اللي هو يعني ما ينفعش اغلط، ما ينفعش اعمل حاجه مش كويسه بتاع، لازم نقعد كلنا نتكلم مع بعض، اي حد عنده اي حاجه لازم نتكلم فيها.
وهم يعني بصراحة فرقة كويسة جدا. طب انت بتلعب بقى مركزك ايه في الفرقة؟ انا كاتر. كاتر؟ ببقى على اليمين. تبقى على اليمين. اه. شوت بقى ثلاثيات كتير. انا انا يعني بشوت كتير او اخش كتير. فيعني دي اكتر حاجة يعني انا بعملها. طيب انا عايز اسألك مع اول تجمع قبل، انت دلوقتي وصلت انك بقيت بطل القاهرة، بطل منطقة القاهرة في كرة السلة، اول تجمع ليك مع كابتن علي كان ايه؟ بداية اول محاضرة هل فاكرها؟ بلاش نذكرها يعني. لازم دي تفرق جدا. هي يعني طبعا كانت كمحاضرة اولى، يعني كنا احنا لسه مش متعرفين على الكابتن قوي. فيعني كان هو كلكم ضحكتوا فانا لازم اعرف. يعني هو بس عشان كابتن علي يعني شخصيته قوية، فيعني كان كلامه مفاجئ لينا شوية. فهو كان اهم حاجة بينصحنا بيها ان احنا كلنا نكمل بعض، يعني ما ينفعش حد فينا يعني ينقص دور او يعمل حاجة كده. تبقوا كتلة تيم. بالظبط كده، اهم حاجة نبقى تيم وكلنا روح واحدة، عشان يعني مش واحد فينا بس اللي بيكسب، احنا فرقة كلها بتكسب. فهو دي يعني كانت اكتر حاجة معلقة معايا من ناحية كابتن علي. وحسيت بقيمتها وانت بتاخد كاس البطولة؟ اه طبعا، يعني دي كانت احلى لحظه ليا فعلا، اللي هو يعني ان احنا بناخد الكاس كده كلنا وكلنا فرحانين كلنا مبسوطين، فدي كانت حاجه كويسه جدا. عمر اروح لك، بالنسبه ليك كلاعب في النادي الاهلي وانت عندك 18 سنه بتبتدي بطوله القاهره، هل عندك دوافع اكبر دلوقتي انك تخش منتخب مصر وتحصل بطوله افريقيا وتتكلم نفس الشيء مع النادي الاهلي؟ هو انا والله الحمد لله لعبت انا منتخب مصر تحت 16 سنه ناشئين، خدنا تاني افريقيا، وان شاء الله يعني رايحين كاس عالم شهر 7 اللي جايه وشهر 6. وانك تلعب بقى في النادي الاهلي دي بقى موضوع لوحده، دي حاجه كبيره ومسؤوليه كبيره، لازم تلعب دايما على طول على المكسب، مفيش حاجه عندك اسمها خساره، ولازم يبقى عندك روح وتلعب جامد على طول. طب انت البلاي ميكر او المتحكم برتم الاداء ومكانك، يمكن حتى لو بفكرك قبل ما نطلع هوا كان في واحد من احرف اللعيبه اللي جم في تاريخ الباسكتبول كابتن طارق خيري، ازاي بتقدر تمسك الملعب وفي نفس الوقت تقول يعني تنفذ كلام الكابتن؟ دي بقى بتبقى محتاجه تركيز كبير برضه يعني. و يعني الحمد لله برضه الكابتن بيسهل لنا حتى في التمرين، بيحاول يساعدنا اكتر، يعني بيدينا التعليمات هو من بره، احنا بنبقى مركزين معاه ومركزين في الملعب، فالموضوع ده بيسهل برضه، تعليمات الكابتن بتسهل لنا امور كثيره. بالنسبة لك ايه اكتر حاجة بتحب تعملها، انك تمرر لزمايلك ولا ان انت تسجل لوحدك؟ لا هي بتبقى على حسب الظروف يعني، هو المهم ان احنا نجيب الكرة في الباسكت وخلاص، يعني نكسب في الاخر، هي دي ملهاش بقى دعوة مين. فبالي اجابة ده عشان كابتن علي موجود قدامك؟ لا لا والله. حتى في الملعب بيبان. كابتن علي هرجع لك مرة تانية، مهمة صعبة انك بتعلم لاعب في ان هو في يعني في مرحلة الشباب اساسيات كرة السلة، في نفس الوقت بتأهل لاعب ياخد بطولات النادي الأهلي على كل الأصعدة حتى الدرجة الأولى. برضه هسأل حضرتك من الأسئلة الصعبة، إزاي بتقدر توازن ما بين إنك تعلم وتأسس وتاخد بطولة؟ هي بالنسبة لي أنا كانت المهمة صعبة جدا في الأول، إن أنا كان طول عمري بمرن فرقة بنات في النادي الأهلي والمنتخبات وكده، فكانت بالنسبة لي دي أول يعني أول فرقة ولاد أمسكها من فترة طويلة. بس زي ما قلت لك ان هو الجيل ده مميز، بقاله 5-6 سنين ما خسرش بطوله، فده ساعدني اللي هم واخدين على المكسب وواخدين على روح النادي الاهلي والكلام ده. وبالمناسبه بحب اشكر طبعا كابتن احمد الجرحي جدا، ان هو الجيل ده الصراحه بقاله معاه سنتين ما خسرش بطوله، حتى راحوا بطوله في دبي يعني طلعوا التاني برده مع فرق قويه جدا، فانا بحب اشكره يعني اللي هو فعلا يعني انا جيت كملت يعني عليه، فهو سهل لي الموضوع ده جدا. طب احنا معنا على الهاتف كابتن طاهر رجب مدير قطاع الناشئين في كره السله من النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن والف مبروك. مساء الخير يا كابتن فاروق، ده حضرتك يا فندم. الحمد لله، وبتحياتي وتحيات كابتن علي وكابتن ماجد وطبعا نجومنا الشباب الجمال كابتن زياد وكابتن طبعا طبعا احنا بنقول لهم الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. كل شيء مبروك للكابتن علي والكابتن ماجد وكل الكباتن اللي عند حضرتك. ببارك لحضرتك مره ثانيه، وطبعا قطاع الناشئين لكره السله بالنادي الاهلي هو دايما ولاد للدرجه الاولى بالنجوم وايضا لمنتخب مصر يا كابتن. طبعا يعني ده هدف ثاني لينا ان احنا نطلع قبل البطولات كمان ان احنا يبقى في ناشئين واعدين لفرقه درجه اولى نادي والمنتخبات مصر طبعا، كما الناس عاهد النادي الاهلي في جميع الالعاب.
طيب انا عايز اعرف من حضرتك وجمهور النادي الاهلي حابب يعرف الخطه بتاعه قطاع الناشئين كره السله للرجال بالنادي الاهلي. هو طبعا احنا يعني بنبدا من القاعده. نعم. القاعده عندنا يعني احنا عندنا حوالي 8 فرق ناشئين وزودنا عليهم كمان فرقه تجديد. بحيث ان انا ابتدي من الاول خالص اجهز اللعيبه دي بحيث ان هم يبقوا وصلوا لمستوى معين في الاعمار او في المسابقات اللي هي بتبتدي من 14 سنه اللي هي فيها كومبيتيشن او فيها مسابقات 14 16 18 20. نعم. طبعا ده بيبتدي من بدري قوي في المراحل دي. وطبعا ده شيء. وطبعا كمان المدربين بيبقوا على كفاءه واحنا عندنا طبعا مدربين على كفاءه جامده قوي في كره السله وليهم باع وليهم تاريخ ومعظمهم او تقريبا كلهم من ولاد النادي الاهلي الحمد لله. وده معناه ان هم عندهم مبادئ النادي وعندهم روح النادي الاهلي في انه دايما يكسبوا. بالظبط مبدا النادي الاهلي ده المبادئ قبل المكسب وقبل الخساره. ده هدف سامي عندنا لان احنا تعودنا على هذا. والنادي الاهلي نادي مبادئ ونادي وهو لما ترسم مبادئ هتلاقي بالتالي النتائج جت بكل سهوله نتيجه الالتزام وانتظام اللعيبه لعلمهم التام بان احنا نادي لا يقبل بقى عدم الالتزام وعدم عايز اعرف رايك في فريق 18 سنه يا كابتن. هو فريق 18 سنه ده هو طبعا هو فريق المستقبل والفريق الواعد صاعد ان شاء الله باذن الله. واحنا ابتدينا معاه من ايام ما كانوا في الميني باسكت او تحت 12 لغايه ما وصلوا لفريق 18 سنه. وفي خامات طبعا بسم الله ما شاء الله كويسه جدا. كمان هي من الفرق مش ما اقدرش اقول الوحيده الفرق النادي الناشئين اللي قدروا يلعبوا دولي. يعني النادي الاهلي تكفل بيهم ان هم يوديهم دبي ولعبوا بطوله دوليه ودي كانت فارقه معاهم تماما. ما كان لسه كابتن علي بيقول نفس الكلام. ان الاحتكاكهم مع المدارس المختلفه يعني ارتقى بالمستوى. هناك يعني لعبنا انديه جامده جدا زي بايرن ميونخ الالماني وزي نادي صربي قوي جدا. انت عارف ان هي صربيا قويه في كره السله. في كره السله ابطال عالم وحاجات من دي وبتاع. وطلعنا تقريبا الثاني بفرق 7 نقاط بس فاينل مع الفريق السرب. فطبعا دي نمت لهم خبراتهم. زائد طبعا هنا هو وفرنا لهم معسكرات ووفرنا لهم كل ما يساعدهم على ان هم يبقوا ادائهم عالي. ونتيجه هذا ان السنتين اللي فاتوا اللي كان فيها فرق 18 دي لم نهزم الا مباريتين من خلال حوالي 80 مباراه. ما شاء الله رقم جميل يعني رقم قوي. يعني السنه اللي فاتت كان 45 مباراه ما خسرناش ولا مباراه وكسبنا كل البطولات قفلناها. والسنه اللي قبليها خسرنا بس ماتشين اثنين نتيجه قله خبره وكان اللي قدامنا برضك السن الاعلى خبره عندنا. الحمد لله ان كنا نخسر ماتشين فقط في كل هذه العدد. طبعا ده اكيد فنيا شغل عالي جدا ويشوبه الالتزام والانتظام ومبادئ النادي الاهلي. طبعا كابتن طاهر رجب مدير قطاع الناشئين لكره السله بالنادي الاهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبارك لحضرتك مره ثانيه على بطوله المنطقه. ارجع ليك كابتن علي. حضرتك ليك اكيد اسلوب معين وطريقه لعب معينه. هل اختلفت من الدور التمهيدي بعد الصعود للادوار بقى الاقصائيه في بطوله القاهره؟ اختلفت طبعا في السيستم في السيستم اختلفت طبعا. احنا يعني ثبتنا في الاول ان بيبقى الدور التمهيدي بيبقى برضو الفرق يعني مش على مستوى عالي قوي. فكنا الناس كلها يعني ال 20 واحد المسجلين بداوا يخشوا وبتاع لحد ما بنوصل لحد
اخر ماتش امبارح اللي بنوصل في الفاينل 6 اللي احنا نطلع احسن 12 لعيب او ال 12 اللي جاهزين. فلا احنا يعني انا حطيت السيستم واحد ده طول السنه، بيتغير بقى ممكن من ماتش لماتش، بلاي ممكن يتلعب في الجيم ده غير الجيم ده حسب ظروف الجيم وحسب الفرقه اللي احنا هنلعبها يعني. كابتن ماجد، من ناحية الإدارية طبعا وصول اللعيبة الفورمة عالية بيحتاجوا تركيز أكتر، وده معناه أن أنت بتديهم دعم أكبر من معسكرات ومن أن أنت تديهم الجرعة النوم المناسبة والكلام ده كله. هل كان في دراسة لدخول البطولة من قبلها؟ طبعا أي حاجة في النادي الأهلي ما بتمرش كده وقت بسهولة، دارسين كويس قوي الجدول الزمني بتاعنا. الدور التمهيدي بيختلف عن الدور قبل النهائي، بيختلف عن الدور النهائي من حيث الحجوزات بالنسبه للمباريات للتدريب. بحاول اوفر لهم كل حاجه قبل الملاعب. طبعا الملعب الدور النهائي كان بيتلعب على صاله جامعه حلوان، كان دي مشكله بالنسبه لنا، لان ادوار الدور بطوله المنطقه دايما في النادي الاهلي صعب ان احنا ناخد فيها معسكر. اتعملت طبعا المسافه ما بين النادي الاهلي وصاله جامعه حلوان مسافه بعيده جدا، فبضطر ان انا بجيب اللعيبه بدري جدا. الحجوزات بالنسبه للانتقالات بتاعتهم، الاوتوبيسات اللي بتنقل اللعيبه لازم قبليها بفتره في كلام معاهم طبعا، ان هم فتره النوم بتاعتهم تبقى عامله ازاي، الاستعداد قبليها يبقى ازاي، بنمشي قبليها ببقى عامل حساب الطريق قبليها بثلاث ساعات او مده كافيه، ان هم يوصل للمدير الفني ان هو قبليها قبل الماتش بساعتين عشان يديهم المحاضره. في بقى قبليها برده في الحجز بتاع الصاله اللي بنلعب عليها، لازم بيحتاج وحده تدريبيه وعملنا عليها وحدتين تدريبيتين قبل المباريات عشان ياخدوا على الملعب وياخدوا على الصاله. كل الحاجات ديت يعني مهمه. في حاجه مهمه جدا، اغلبيتهم طلبه وفي امتحانات وفي دروس، بتنسق معاهم ازاي؟ الحمد لله يمكن هي ديت هم الاغلبيه، يمكن هم كله ضحك برضه طلبه ثانويه عامه يعني دي بتبقى مشكله كبيره، لان جوابات بيحتاجوا جوابات كتيره من النادي الاهلي للمدارس عشان يقدروا ياخدوا الفترة الكافية تصريح ان هو يعني يقدروا. فدي برضو سرعة ان انا بكون الحمد لله بجهز لهم كل الحاجات ديت، والنشاط الرياضي طبعا بيساعدنا في كل الحاجات ديت، اهم دور كبير جدا في دور النشاط الرياضي ان الطلبات على طول بتبقى جاهزة، جوابات الغياب بالنسبة لهم بالنسبة للمدارس ان هو التصريح بتاعهم ان هو يقدروا يحضروا ويقدروا ياخدوا الفترة ديت اجازة ويبقوا مستعدين للدور النهائي. طبعا كل دوت الحمد لله يعني كل الحاجات دي بتبقى جاهزة من قبلها بفترة، وبيساعدني النشاط الرياضي ليه دور كبير قوي، وكلنا منظومه واحده والحمد لله النادي الاهلي ان احنا وصلنا ان احنا خدنا البطوله وعقبال الجمهوريه ان شاء الله. من فضل الله النجاح بياتي من العمل الجماعي والتيم ورك، وما شاء الله لما الشق الفني والشق الاداري بيجتمعوا مع بعض بيبقى النتيجه هي المكسب. زياد، بالنسبه لك وانت كابتن فرقه وبطل منطقه القاهره، كان ايه اصعب ماتش خلال البطوله من وجهه نظرك؟ كان اصعب ماتش الجيش، ماتش الجيش اخر ماتش لعبناه. هو احنا كنا عاملين حسابنا الفاينل، احنا كنا عاملين حسابنا ان الماتش اللي هو هيحددنا ان شاء الله اول او ثاني هو ماتش الجزيره. نعم. وان شاء الله يعني الماتش اللي بعديه ان شاء الله هنفوز يعني. بس هو يعني حصل شويه تعقيدات كده في الماتش بتاع الجيش دوت اللي هو الفاينل، ودوت كان بالنسبه لنا فعلا كان اصعب ماتش، يعني حاجه ما كناش احنا متوقعينها. هو بقى فيه اهتمام كبير في يعني جهاز الرياضه العسكري الصراحه بالفرق الرياضيه الالعاب الاخرى، وحتى كره السله في بعض الاوقات كانوا جايبين محترفين اجانب. طبعا. ده وصل لكم حتى في الناشئين. فرقة كويسة. هما فرقة كويسة جدا. طيب ايه أصعب لحظات الماتش بالنسبة لك؟ أصعب لحظات الماتش كانت في الشوط الثالث. كان إن احنا كنا عاليين عليهم ب 10 بوينت، نزلوها تاني 3 بوينت. وإحنا يعني كنا اللي هو لسه الصدمة بتاعت إن احنا جابوا فينا كذا بوينت ورا بعض وكده، فإن احنا بقى نرجع تاني نعلى بالبوينتس هي دي كانت أصعب لحظة يعني. بس احنا الحمد لله يعني قدرنا نعلى بيها تاني. غيرتوا التكتيك والطريقه ده في الماتش؟ غيرنا التكتيك. كنتوا بادين ازاي؟ كنا بادين في الاول زون ديفنس اللي هو دفاع منطقه، بعد كده غيرناها خليناها اللي هي المان تو مان اللي هو كل واحد يمسك واحد وكلنا بقى ايه نغطي على بعض بتاع بس فهي دي يعني اللي الحمد لله جابت لنا المكسب في الاخر. عمر، بالنسبه برضو ليك اكيد الماتشات خدتها تدريجي زيك زي الفريق، هل حسيت في ماتش الماتشات غير الجيش ان في منافسه شديده جدا ولازم تركزوا وتعملوا يعني تبذلوا اكثر جهد موجود عندكم عشان تفوزوا بالبطوله؟ والله هو كان في برضو في السيمي فاينل كنا بنلعب الجزيره، هي الجزيره كانت منافس لنا من الاول، هي واخده تاني يعني، هي فرقه قويه جدا وبينافسونا على طول من واحنا صغيرين.
ففي السيمي فاينل ده برضو كان ماتش قوي وخلص 5 بوينت، فكان المفروض 5 بوينت يعني فرق ماتش ثلاثيه بس في الاخر. اه فاحنا بقى لما جينا لعبناهم في الفاينل بقى كانوا هم بقى شايفين ان احنا يعني ممكن يقدروا يكسبونا وكده، بس احنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا ولعبنا كويس يعني كسبنا يعني الحمد لله. طيب انت بتحب انهي طريقه في اللعب؟ بتحب طريقه الامريكا، بتحب طريقه اسبانيا، بتحب طريقه الارجنتين؟ يعني ايه الطريقه اللي انت بتحب تتفرج عليها وتحب تقلد؟ هي طريقه امريكا يعني مختلفه عن كل الطرق يعني هم جسمانيا اقوى بكتير جدا وبيعتمدوا على حاجات اكتر مننا، بس طريقه اوروبا مثلا مشابهه شويه لطريقتنا يعني بيلعبوا ليهم سيستم معين بيلعبوا بيه في الديفنس والاوفنس وكده. بس بتتفرج على الام بي اي؟ اه شويه يعني. مين اكتر لعيب بتحب؟ كايري ايرفينج. ده بيلعب في نادي ايه؟ ده بيلعب في بوستون سيلتكس. انا عايز اقول لك ان ام بي اي على جيل انا كان البلد كلها بتتابعها، كان بيجي على التلفزيون المصري فكان كلنا بنتابع. طبعا كابتن علي اكيد كان فاكر الايام ديت، كابتن رياض شراره طبعا يعني كان بيعلق. فبالنسبه لنا دلوقتي يمكن جولد ستيت ووريرز بقى واللعيبه والطرق الجديده في الباسكت بول يعني بعيده شويه عن الناس، بس اكيد انت ضل الفيلد بتاعك فانت اكيد يعني حابب ان انت تتابعه. اه هو بيدينا برضو شويه مهارات نتعلم منهم حاجه كده ولا كده تنفعنا. الموضوع السيئ صعب شويه برضو. زياد انتوا بتتابعوا الدرجه الاولى وهما بيلعبوا؟ اه اكيد. مين اكتر لعيب بتحبه؟ كابتن ابراهيم الجمال. اشمعنى؟ يعني ستايل لعبه يعني هو طبعا ستايل اللعيبه كلها عندنا في فيرست تيم حلوه، بس هو ستايل لعبه اللي هو مختلف اللي هو يعني بيمتع كده الواحد. فهي طبعا دوت حتى انا واخده قدوه ليا برده كابتن ابراهيم الجمال، حتى هو ما شاء الله عليه يعني بوينتس كتير ديفنس يعمل كل حاجه. هي الباسكت دايما بيتقال عليها لعب ديفنس جيم، يعني لما بتدافع كويس تعرف تاخد الجيم، الكلام ده صح؟ اه صح جدا. يعني هو من غير الديفنس يعني انا هجيب بوينت، اللي قصادي هيجيب بوينت، مش هنخلص. لكن لو لازم حد يقفش في الديفنس، اول ما تعمل ديفنس كويس جدا يعني هتكسب الجيم. طب انت طموحك ايه بقى مع النادي الاهلي؟ انا طموحي ان شاء الله مع النادي الاهلي ان انا اول حاجه السيزون دوت اخد الجمهوريه، وبعد كده بقى ان شاء الله على الفيرست تيم، يعني اتصعد فيرست تيم العب ماتشات، وانا يعني الحمد لله حطيت رجلي فيها فان شاء الله ناوي اكمل يعني اكتر والعب بقى مع الفيرست تيم. طيب عمر عايز اسالك نفس السؤال، طموحك ايه مع النادي الاهلي؟ والله يعني ان شاء الله يعني ما نفوتش ولا بطوله لغايه بقى ما نطلع فيرست تيم، بعد كده بقى ربنا يسهل بقى فيرست تيم نلعب يعني ونشارك. حابب ان انت تشارك في بطولات افريقيا مع النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، ده حاجه اساسيه انك تشارك اصلا في بطوله مع النادي الاهلي، دي حاجه بالنسبه لك المفروض تفتخر بيها، وانك تلعب اصلا في الاهلي ده فخر لاي بني ادم. طيب انت بتشوف ان في بعض المباريات جمهور النادي الاهلي بيحضر في الباسكت بول، بتحس بايه لما وجود الجمهور؟ وطبعا انت عارف بقى جوه الصاله الغنى بيبقى الصوت مختلف يعني هو احنا نفسنا يعني يسمحوا للجماهير انها تيجي، يعني الجماهير يعني بيخلوا اللعب يحلو، وهي يعني رقم واحد في النادي الاهلي كله يعرف الموضوع ده. يعني احنا برضو لما سافرنا دبي جالنا يعني عدد صغير كده يعني من الجماهير حسونا يعني خلونا نلعب بروح اكتر واقوى وحمسونا يعني. كابتن علي يعني عايز قبل الختام اعرف من حضرتك استعدادك بقى لبطوله الجمهوريه دلوقتي. احنا ان شاء الله هنبدا بطوله الجمهوريه الدور التمهيدي يوم 4/3. 4/3 اه صح يا كابتن؟ 4/3 4/3 التواريخ اصلا عندي مشكله فيها. عندنا راحه النهارده، عندنا راحه بكره، وهنرجع ان شاء الله يوم الثلاث تاني، هنرجع البرنامج بتاعنا التاني، البروجرام محطوط من اول السنه، هنشتغل عادي تاني، بس احتمال هيبقى فيه شويه اول ريكفري وبتاع، يعني جايين من لود عالي جدا، 5 ماتشات تقال جدا، وقبلها برضو 4 ماتشات تقال جدا، فهننزل باللود شويه وبعد كده نطلع قبل الدور التمهيدي ان شاء الله باذن الله. كابتن ماجد مظبط مع كابتن علي ومجهز ان شاء الله لان بطوله الجمهوريه كلها لا بطوله الجمهوريه تختلف، بطوله الجمهوريه داخلين على مرحله ثانيه. بطوله الجمهوريه فيها سفريات ان شاء الله، فيها معسكرات، فيها والد يجي لنا في اسكندريه، في الاسماعيليه، في طنطا، في اي حته. فدي ان شاء الله اول يعني اول لما نعرف اي حاجه في لينك بينه وبين الاتحاد، دي مباشره ما بين الاتحاد، فابتدي اجهز كل حاجتي. ف الوقت اللي جاي ده هيبقى وقت شغل اكتر في بطوله الجمهوريه، والمركز الاول النادي الاهلي طبعا لازم احنا دايما بننافس على المركز الاول، دي اصعب حاجه، بيخلي الواحد على طول يجهز نفسه بسرعه للحاجات دي. لا بس انت قدها ودور كابتن ماجد. ميرسي قصدي بقى، ربنا يخليك. زياد عايز اسمع منك طبعا كلمه لجمهور النادي الاهلي عشان قربنا نختم الفقره، فكلمه بقى لجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعك. يعني انا بشكر جمهور النادي الاهلي كله يعني وكل من تابعنا في اي حاجه،
وفعلا احنا النادي الاهلي من غير جمهور ما ينفعش يقف على رجليه، فبشكر جمهور النادي الاهلي كله. عمر برضه احب اشكر يعني نفس الكلام اللي زاد قاله يعني. لا انا مش عايز نفس الكلام، عايز كلام تاني. لا واحنا طبعا بنحب نشكرهم يعني ان هم ساعات برضه بيقعدوا يساندونا مثلا على الفيسبوك على اي حاجه ويشجعونا، وان شاء الله يعني يحضروا لنا بقى ماتشات يعني. طب ما فيش كلمه لوالدك والدتك؟ لا طبعا بشكرهم جدا والله، اكتر ناس بتساعدني يعني وبيظبطوني ووقتي واكلي وكل حاجه يعني، وبشكرهم جدا يعني. طبعا دور واصحابي طبعا بقى وكل حاجه. طيب وكده هتجيب بقى الشارع كله؟ لا ما اصحابي عشان المدرسه اللي انا بروحهاش دي موضوع جامد. انت ما بتروحش برضه. زياد برضه عايز كلمه لوالدك والدتك. انا بشكرهم جدا يعني على كل حاجه عملوها لي، هم ورايا في كل حاجه، دايما سبورت ليا هم واخواتي، ويعني فعلا بحب اشكرهم عشان هم اللي خلوني اقعد هنا النهارده واكسب البطوله ديت، يعني كلنا نكسب باذن الله على طول. النادي الاهلي يكسب ويفي تقدم، وطول ما احنا عندنا صراحه نموذج من الشباب الجميل الطموح اللي عنده فكر وعنده وعي وشايف قد ايه وحابب اللعبه اللي هو بيمارسها وبيحاول دايما انه يحقق البطولات. احنا لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هستقبل باقي فريق سله شباب نادي الاهلي. اوعى تروح بعيد عشان نادي الاهلي حديد. الحمد لله على المكسب والثلاثة بونت ثلاث ماتش في دوري السوبر. المهم ان انا نكسب الماتشات اللي على ارضنا. الماتش مشي، كنا وحشين جدا الكوارتر الاولاني والثاني، دفاعيا البنات ما كانتش مركزه، نازلين كيرلس جدا، ما بندافعش، ما بنمنعش الباسكت، جه فينا 39 بونت في 20 دقيقه، ده حاجه كبيره جدا ومش متعودين عليها. ده أول ماتش في دوري السوبر إن احنا نطلع متأخرين زي ما قلت أو مغلوبين في الهاف تايم 5 بونت. الجري كان وحش، بالتالي طالما ما بندافعش يبقى الجري كان وحش. الريباوند كان وحش جدا برضو، كانت هما كانوا ليد علينا في الريباوند، فبالتالي خلص 5 بونت. الكوارتر الثالث ضغطنا من أول الملعب لأن فول كورت بريس من أول الملعب كان مؤثر جدا، جرينا منه في الفاست بريك، وصلنا لمعدلاتنا مش عايز اقول الطبيعيه العاديه، بنجري في الفاست بريك كويس، بندافع كويس، فبالتالي هم عملنا عليهم 3 4 هجمات 24 ثانيه، فشطوا الكره في الاخر فجبنا الريباوند، جرينا في الفاست بريك كويس وخدنا اوبن شوت كمان من الجري، فتوفقنا في الثري بوينت، فالسكور فتح قوي في الكوارتر الثالث. هو ده اللي خلانا الديفنس، هو اللي رجعنا للجيم وخلانا ليد، مع ان البنات هي البنات اللي لعبت الكوارتر الاول والثاني، هم اللي لعبوا الثالث والرابع. هي المنافسه زي ما قلت قبل كده منافسه كبيره، المنافسه مش مع فرقه واحده، لا احنا عندنا دلوقتي 7 فرق، الثمانيه في دوري السوبر، الثمانيه ما تعرفش مين يكسب، بدليل ان النتائج قريبه جدا، وفي مش عايز المفاجآت، لكن لا في جيمات ممكن ما كنتش اتوقع ان هي تحصل السنه دي، فالمنافسه السنه دي قويه، واحنا واخدين المباريات مباراه، خلصنا النهارده من الجزيره الحمد لله، عندنا الصيد في الصيد، فبنتحضر بقى للصيد، احنا ماشيين ماتش لحد دورات مجمعه ان شاء الله. في الاول احنا ما كناش موفقين شويه، وممكن يكون كمان ما كانش فيه التركيز الكامل بتاع الفرقه بتاع كل ماتش، بس الحمد لله ما بين الشوطين لما دخلنا والكوتش قال لنا على التعليمات بتاعتنا قدرنا ان احنا ننفذها في الثالث والرابع، الحمد لله الماتش خلص 31 بوينت يعني. اكيد طبعا احنا السته او الثمان فرق اللي بيلعبوا فوق كله جامد، فمفيش حاجه، خصوصا دوري السوبر ده ما فيهوش حاجه ضعيفه يعني، وكل جيم بثلاث نقط، فاحنا ان شاء الله يعني بنلعب اقصى ما عندنا عشان ان شاء الله نوصل الفاينل احسن من السنه اللي فاتت ان شاء الله يعني. هو كده الحمد لله احنا خلصنا الرايح بتاعنا، باذن الله هنبدا الجاي كده، خدنا 9 نقاط بتاع دور الرايح يعني، وان شاء الله
هنلعب ان احنا نخلص برضو التلاتة الجايين ان شاء الله ناخد برضو 9 نقط بتاعهم ربنا يكرمنا باذن الله. والله احنا في الاول البدايه ما كانتش كويسه, احنا البدايه كانت بطيئه شويه, ما كناش كلنا مركزين وانا نفسي ما كنتش مركزه, بس الحمد لله في الهاف تايم الكابتن كلمنا وقال لنا ايه الاخطاء فنزلنا الحمد لله التالت والرابع ما عملناش الاخطاء اللي احنا عملناها في الشوط الاول والثاني والحمد لله لعبنا لحد اخر دقيقه ولعبنا كويس قوي كلنا مع بعض. انا نسيت الشوط الاول والثاني, الكابتن قال لنا انزلوا التالت اكنه ده اول شوط, فانا خلاص انا اكني ما لعبتش اكن ده لسه اول شوط, كنا بنسخن ونازلين, فالحمد لله نسيت كل الاخطاء اللي انا عملتها وحاولت ابقى كل البوزيتيف يعني اعمله في الشوط الثالث والرابع. بس والله كل الفرق مستواها زي بعض, مفيش ماتش مفيش فرقه وحشه مفيش فرقه كويسه, كلهم في نفس المستوى وان شاء الله ناخد ماتش ماتش وان شاء الله نكسب. هو احنا في الاول والثاني احنا ما كناش فايقين بس شويه, ما كناش بنلعب بمستوانا بس, وفي الثالث والرابع يعني تقدمنا الحمد لله, كنا بنعمل يعني الكابتن ايهاب كان بيعمل يقول لنا ان اهم حاجه الديفنس عشان نجري فاست بريك هو ده اللي هيعلينا, فاحنا الحمد لله نفذنا تعليماته وعلينا في الثالث والرابع الحمد لله. هو طبعا هتبقى صعبه وهيبقى في ماتشات كتيره صعبه, بس يعني ان شاء الله احنا هنعمل اللي علينا وان شاء الله كل البطولات بتاعتنا ان شاء الله. لسه مكملين مع حضراتكم وبنكمل يومنا النهارده ليله فريق اليد فريق السله لنادي الاهلي تحت 18 سنه. كان من قبله كان معانا نجمات كره اليد في النادي الاهلي, برحب بالنجوم الكبار ان شاء الله هيكونوا مستقبل النادي الاهلي. هبتدي بعبد الرحمن الشهير ببودي. مساء الخير يا كابتن بودي. مساء النور. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله كله تمام. ومحمد التوبجي. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير يا كوتش. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. انت يا محمد يعني كسر الدنيا في الملعب. الحمد لله. جبت كام بوينت امبارح؟ امبارح الصراحه ما بعدش انا في الملعب, بعدش انا جايب كام بوينت, المهم ان انا بساعد الفريق, ما بركزش ان انا اجيب سكور كتير يعني, حتى لو جبت كتير يعني بيبقى تركيزي كله ان انا اساعد الفريق ان احنا نكسب وناخد البطوله. كابتن يوسف المعداوي. مساء الخير يا كابتن. الف الف مبروك كده. اول بطوله بالنسبه لك النادي الاهلي؟ لا كتير كتير. طيب بطوله المنطقه مع النادي الاهلي اختلفت فيها عن البطولات اللي قبل كده؟ تقريبا ما اختلفتش في حاجه يعني نفس الاعداد, بس اختلاف الفرق بس في الفاينل بس. طيب الماتش كان صعب امبارح؟ اه كان صعب. جبت كام بوينت انا اكيد؟ انت عادل. لا مش عادل. ما عدتش. طيب كابتن علي هرجع مع حضرتك دلوقتي, معانا بقى البيفوتات الناس الجامده اللي بتجيب بوينتس كتير اللي بتجيب الفرقه بيعملوا ريباوندات بيبقى لهم دور كبير جدا. الباسكت بول في مصر كان في فتره عندنا نقص في المركز دوت, بس ما شاء الله يعني عندنا مواهب جميله. انا بقى زي ما قلت لحضرتك هو الجيل ده فعلا مميز يعني البيفوتات والجاردات حتى البريميتر اللي بره يعني هو الجيل كله مميز الصراحه. جيل 2001 و2000 ده جيل مميز, وبالنسبه للمعداوي والتوبجي الاثنين في منتخب مصر لعبوا بطوله افريقيا ورايحين ان شاء الله يلعبوا كاس عالم في 6 جاي باذن الله, ربنا يوفقهم باذن الله. واتمنى ان حد فيهم كمان بعد كاس العالم يروح المنتخب بتاع 18 باذن الله اللي هو المنتخب اللي هم يعني, وبودي كمان في منتخب مصر برضو. فاتمنى اللي هم ثلاثه بيخلصوا كاس العالم ويروحوا. هو بودي انت بتلعب بلاي ميكر؟ بلاي ميكر. بتدور انت وعمر بقى؟ اه انا وعمر صح. طيب انت بالنسبه لك طبعا يعني انت بتكمل يعني يوسف ومحمد وهم بيكملوا, كنتوا ستايل هم محتاجينك وانت محتاجهم, تبقى يعني لما تشتغلوا مع بعض يبقى الشغل جامد جدا زي بقى دايما. اللعيب ممكن يلعب ماتش حلو لكن دايما الفرقه هي اللي بتكسب البطولات, ما ينفعش حد يلعب من غير التاني يعني. الحمد لله احنا كلنا فرقه بنكمل بعض يعني, كلنا واحد تاني في ميزه معينه فبيكملها للتاني. انت ايه اكتر ماتش استمتعت بادائكم فيه في خلال البطوله يا بودي؟ هو الحمد لله يعني احنا اتعدينا بطريقه كويسه جدا وتعبنا جدا الحمد لله, وعشان كده ربنا كرمنا ما فيش ماتش
وشكلنا فيه كان وحش كل ماتشات يعني ما شاء الله الاداء كان مميز في كل الماتشات. اه الحمد لله مع ان الفرقه كلها بفوت نفس المستوى بس احنا عشان تعبنا الحمد لله وربنا كرمنا كان الفرق بيننا وبين اي فرقه كبير جدا عشان كده كنا بنكسب فرق سكور كبير يعني. يوسف اقوى الفرق اللي انت قابلتها كانت ايه؟ هما يعني زي ما بودي قال هو كل فرقه مستواها يعني زي بعض تقريبا بس هي بتختلف على من احنا يعني بتختلف مننا احنا ممكن بايدينا نسهل الماتش وبايدينا نصعب الماتش. احنا لغايه ماتش التامين احنا كنا بنكسب كل ماتش فوق 30 بونت. جينا في ماتش الجزيره طبعا كان هو كان يعتبر اجمد فرقه اه كان لعبنا كويس وكل حاجه بس عشان فرقه كويسه الماتش خلص في ماتش الجيش طبعا كان في تعب وكان في ناس ناقصين مننا وبتاع فخلص الماتش كان أزم في الاخر وبعد كده جينا فوقنا تاني الماتش خلص 12 بونت. يعني انت مثلا حسيت في ماتش الجيش ان في عليك ومراقبه جامده جدا؟ طبعا هي طبعا هي تبقى اخر فرقه فهي يعني تقريبا هي كانت عارفه احنا بنعمل ايه وعارفه هتعمل يعني الفنس ازاي فهي تقريبا هيك وكنا احنا خلاص كنا يعني احنا كنا بنلعب كل الماتشات كلها كانت ماتشات جامده مفيش غير مثلا ماتش واحد او حاجه هو كان ماتش ضعيف فاحنا كنا رايحين اصلا يعني مش قادرين نلعب زي ما كنا قادرين نلعب زي الاول بس عملنا علينا وربنا كرمنا الحمد لله. الحمد لله. محمد بالنسبه لتوتو الجمهوريه انت هتقابل فرق كتير بنفس مستوى الجيش، هل حاسس ان انتوا محتاجين تشتغلوا على نفسكم اكتر؟ هو طبعا يعني لازم كل فرقه تحسن من نفسها يعني احنا البطوله اللي فاتت كان في حاجات كتير ناقصانا برضو في ديفنس اوفنس احنا الفرقه كان فيها برضو حاجات كتير ناقصه، احنا هنشتغل عليها الفتره الجايه ان شاء الله وهنكمل بعض برضو كل حاجه كل واحد ناقصه حاجه هيشتغل عليها لحد ما يحسنها وتبقى ميزه كمان تساعد بيها الفرقه نكسب بطوله وانا شايف برضو ان كل الفرق اللي هنلعبها في الجمهوريه نفس زيها زي الجزيره زي الجيش نفسه كله نفس المستوى. انتوا كنتوا في بطوله في دبي من فتره استفدتوا من البطوله دي؟ طبعا طبعا من لعب فرق يعني احنا كان في فرق في اعمار اكبر مننا واطوال يعني فمن الاحتكاك معاهم بيعلمنا بيدينا خبرات ازاي نتعامل مع الناس اللي عندنا هنا فطبعا ساعدتنا كتير. انت مين اكتر لعيب بتحبه في مركزك النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي طبعا كابتن مصطفى الشافعي وكابتن طارق غنام. كابتن طارق غنام يعني نموذج الصراحه للمركز دوت في مصر هو كابتن سمير جوده بس يعني كابتن طارق غنام في النادي الاهلي. طبعا. طيب بتتكلم معاه بتواصل معاه؟ هو في خلال يعني هو ما بقابلش غير كابتن مصطفى وكابتن طارق في التمرين مع الفيرست تيم بس ان يعني اكيد مش هقدر اخرج معاهم او نوصل يعني مع بعض. يعني بتتكلم معاه بتقول له مثلا يا كابتن انا الحاجه الفلانيه ديت بحبها حابب ان انا اعملها ممكن مثلا طبعا اكيد انت بتقول نفس الكلام دوت مع كابتن علي يعني انك ازاي تهرب من رقابه بس اكيد يعني لما تاخد من لعيب في نفس مركزك وواحد من الناس الخبرات طبعا اي حاجه بحتاجها بسالهم فيها دايما ان هم طبعا هيساعدوني يعني في عندهم خبرات اكتر مني وهيقولوا لي اتصرف ازاي في اي سيتويشن في الملعب او في يعني في الحياه عامه. طب انت سيستم لعبكم جوه ماتشات بيفرق من على الفرق ولا انتوا على طول بتلعبوا بنفس السيستم؟ هو يعني مثلا تيجي تلعبوا فرقه الى حد ما مستواها ما هوش بنفس مستوى مثلا الجيش اللي انتوا بتلعبوه في الفاينل هل بتغيروا طريقه اللعب؟ لا نفس طريقه اللعب هي كل فرقه لازم تفضل بسيستم لحد اخر السنه او حتى في كل بطوله تلعب بسيستم معين عشان تحاول يعني تعرف تكسب الماتش او تعرف تكسب بطوله عامه يعني ما ينفعش ابقى في ماتش بلعب بسيستم بتمرن عليه الشهور اللي قبله البطوله كلها والماتش اللي بعديه اروح لعب سيستم تاني يعني ما اتمرناش عليه قبل كده ما ينفعش معاه. فانت شايف ان الاستعداد كله بنفس كده فلسفه كابتن علي كل الماتشات انا بلعب جامد كل الماتشات هكسب والمحاضرات بتاعت كابتن علي يعني جايبه نتائج. طيب كابتن علي بالنسبه للعيبه حضرتك صعدت لعيبه معاهم من الدرجه مثلا او المستوى العمري الاقل 16 سنه برضو فرقه مميزه جدا يعني اعتقد كان في بس كان عندنا اصابه في الدور اللي قبل النهائي طلعنا مؤمن خيري طلع جيم واحد معانا بس الحمد لله يعني انا الفرقه كلها متكامله فطبعا لو وصلت حد من تحت او كان حصل دروب اصابات او اي حاجه او بنحتاج حاجه معينه باخد طبعا من عند كابتن احمد. بتبقى بالنسبه لك الموضوع سهل يعني بس البطوله دي يعني احنا اشتغلناها الفرقه كلها اشتغلتها لوحدها يعني. طيب كابتن انت هتبتدي بطوله الجمهوريه الشهر الجاي 4/3 يعني كمان اسبوع اكيد الاستعدادات مختلفه هل هيبقى في معسكر بشكل معين هيبقى في طريقه تمرين هتختلف؟ انا زي ما قلت لحضرتك هو اللي احنا السيستم محطوط من اول السنه ماشيين عليها طبعا بيبقى يعني هنحاول نعدل
بعض في البلاي في الخطط الكلام ده، ممكن هندي حاجه جديده، هندي بريس جديد بتاع. طبعا بطوله الجمهوريه هتبقى اقوى جدا من بطوله القاهره، ان في سبورت فرقه كويسه جدا، الاتحاد فرقه كويسه، سموحه فرقه كويسه، فرقه طنطا برده فرقه كويسه، يعني في خمس ست فرقه مع الثلاثه اللي بتوع القاهره، فالكومبيتيشن عالي جدا. طب كابتن علي بس استاذنك تقول الو. الو، هاي كوتش. هلا، ازيك؟ الحمد لله كويس، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. كله كويس، مبروك امبارح. الحمد لله، ربنا يخليك. انا بس بتكلم النهارده قلت لازم اعمل مداخله، فحضرتك عارف حضرتك عزيز عليا قد ايه. انا ببارك لك طبعا، ببارك للجهاز الفني والفرقه كلها، مبروك حضرتك تحققها، وحضرتك عارف يعني حضرتك غالي عليا قد ايه. طبعا ميرسي جدا يا هلا، انا مبسوط جدا بالمداخله دي، انت عارفه انت يعني برضو بالنسبه لي ايه وبتاع. طبعا هلا من اجمد اللعيبه اللي في مصر، يعني احنا لسه كنا بنعرض لها التقرير. طبعا لعيبه مختلفه، لعيبه مختلفه عن الكل. ربنا يخليك يا كوتش، والله انا بشكرك طبعا. انا كابتن علي من اول يوم دخلت في نادي الاهلي وهو معايا لحد ما سافرت امريكا، وما رجعت برضه ما سافرت لبنان ورجعت هو معايا. يعني حضرتك طبعا من احد الاسباب اللي انا وصلت لها، اللي انا وصلت له دلوقتي، يعني حضرتك من احد الاسباب الكبيره اللي انا فيه دلوقتي. انا بجد بحب اشكرك قدام الناس وقدام الناس كلها، يعني ربنا يخليك. كابتن هاله، روح جميله جدا جوه اسره الباسكتبول في النادي الاهلي، كلكم قريبين بعض، وفي يعني بتحس ان انتوا كله عارف الاخبار ايه ومتابع البطولات ماشيه ازاي. اه طبعا طبعا طبعا، ده كابتن علي كمان ده، لولا بس ان احنا كان عندنا ماتش امبارح كان زماني بروح اشجعه يعني. طيب معايا كمان. طيب احنا عايزين نعرف اخر اخبار الفرقه عندك في السيدات، ما شاء الله ماشيين بشكل كويس الفتره اللي فاتت. اه الحمد لله، احنا امبارح كان عندنا ماتش مع الكبيره الحمد لله، خلص 31 بول ان شاء الله، خدنا ثلاث نقط ان شاء الله. عندنا يوم الثلاث مع البيض، وكان ان شاء الله يوم السبت مع هليوبلس ان شاء الله. كده كنا خلصنا الدور التمهيدي ان شاء الله. بعد ماتش هليوبلس بعد يوم السبت نروح هنلعب الفرق الثانيه، المجموعه الثانيه. طيب بعد ما تلعبوا المجموعه الثانيه ابتدوا بقى تلعبوا على المراكز؟ اه لا، في هيبقى في دورتين مجمعتين، هتبقى في واحده في اسكندريه وواحده في القاهره، بس احنا لسه عندنا السيمي فاينل والفاينل بتوع كاس مصر، المفروض ان شاء الله نلعب الغدا في السيمي فاينل، فكان ان شاء الله نكسب نلعب الكسبان من سبورتنج او سموك. طيب انتوا بالنسبه لكم مين اقوى المنافسين اللي ممكن يقابلكم يا كابتن هاتم؟ والله كل الفرق مستواها زي بعض، بس طبعا احنا المنافس بتاعنا في سبورتنج وفي سموحه وفي طبعا شمس وفي جزيره وفي هليوبلس، يعني انا بقول السته الكبار كل المستويات قريبه من بعض جدا، وكل الفرق كويسين يعني. طبعا سبورتنج هو المنافس بتاعنا يعني. كابتن هاله مصطفى، لعبت الفريق الاول كره السله بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. بودي، عايز اسالك، وانت طالب دلوقتي في مرحله ثانويه عامه صح؟ ازاي بتقدر تواظب ما بين التمرين في نفس الوقت بتركز في المذاكره؟ هو انا في اولى ثانوي، بس عامه يعني هو اللي عايز ينظم وقته هينظمه، يعني احنا تمريننا مثلا كابتن علي وكابتن طاهر دايما بيحاولوا ان شاء الله يعني ينظموا لنا مواعيدنا اللي حسب تناسبنا والدروس وكده. طيب انت بتتمرن كم يوم في الاسبوع؟ احنا بنتمرن من خمس ست ايام، بنريح يوم او يومين. ما هو ده الاهلي لازم عشان ناخد بطوله لازم نتعب، فاحنا يعني بنحاول ننظم وقتنا، يعني نذاكر طول اليوم وننزل بالليل تمرين او العكس. ما فيش احنا في وقت الدراسه هو الدراسه والباسكت بس، عشان لازم نضحي بحاجه يعني، ما ينفعش نسهر ونلعب باسكت ونذاكر وكده. فالحمد لله مقسمين وقتنا كويس جدا ان احنا بين المذاكره وبين الدراسه عشان نقدر نحقق بطوله السنه دي ان شاء الله. طب انت حاسس بعد ما الفوز ببطوله القاهره، حاسس ان دي دفعه قويه بالنسبه لكم وانتم داخلين على بطوله الجمهوريه وداخلين وانتم ابطال المنطقه، تديكوا دفعه اكبر؟ اه طبعا، وكمان النادي الاهلي علمنا ان ما فيش اهلي بيخش مركز ثاني. نعم. مركز ثاني زي الخامس بالظبط، فاحنا ان شاء الله هدفنا كله احنا اي بطوله نخشها مركز اول ان شاء الله. حتى بطوله دبي دي مع فرق زي اوروبا وفرق في الدول العربيه وكده، احنا كنا فاكرين الموضوع صعب، لا هو كل المدربين يعني كانوا بيقولوا لنا ان احنا الاهلي لازم يخش ياخدوا البطوله ان شاء الله يعني، بس الحمد لله احنا في الجمهوريه هنذهب بشكل احسن من ده 100 مره ان شاء الله وناخد البطوله. انت طموحك مع النادي الاهلي بطوله الجمهوريه فقط ولا عايز تكمل اكتر من كده؟ لا طبعا، انا كنت مع كابتن هيثم من فتره برضه وعدنا جمهور الاهلي ان مفيش بطوله هتخرج من 18 لحد الفيرست، من ساعه ال 16، والحمد لله اول بطوله خدناها، ولسه ان شاء الله من دلوقتي لحد الدرجه الاولى ان شاء الله مفيش بطوله هتخرج بره النادي.
يوسف، بالنسبة لمركزك بيبقى محتاج بنفس الوقت ان انت بتبقى قوي بدنيا وان انت تبقى قوي فنيا، هل في طرق معينة يعني كابتن علي بيديلك تمارين معينة عشان تقوي الموضوع دوت، ولا انت مثلا بتاخدها تخش الجيم مع نفسك وبتعمل تقوية؟ طبعا هو بيبقى فيه طبعا بتبقى على يعني زي تمارين الباسكت بتبقى دي لوحدها، يعني المفروض قبل التمرين بقى في تراك جيم بس قبل اي كده اي يعني فرقه كلها قبلها بتبقى مستعده جسمانيا، ان هي كل واحد كان بيبني جسمه عشان هو عايز يعمل حاجه. فهو طبيعي ان هو واحد بيبقى داخل اصلا جسمه كويس، ان هو في حاله 18 سنه كله خلاص بيبقى المفروض ان هو يبقى بيجمد عشان مين في اللي بيتصعد في الستيم، في اللي ممكن ربنا يكرمه ويسافر بره، فلازم جسمه يبقى كويس. انت ايه اللي حبيتك في رياضه الباسكت بول؟ يعني تاخدها معاك في البدايه، يعني ايه اللي حببك؟ يعني انا زمان كنت بلعب سباحه وكنت بلعب باسكت. واسمه ده قعدت 13 سنه بلعب سباحه وبقالي دلوقتي 10 سنين بلعب باسكت. بس فانا لما كنت بلعب لعبه فرديه ولعبه جماعيه، لقيت ان في متعه في اللعبه الجماعيه، يعني الفرقه كلها بتكسب، روح ان انت بتلعب انت خسران عايز تكسب بيبقى في روح، في متعه في الفوز ان انت كسبت انت وفرقتك كلها، بيبقى في يعني في حاجه كده شداني ليه اكتر من اي لعبه ثانيه. حسيت بالمتعه، هي لعبه ممتعه صراحه جدا يعني، حتى هي طبعا يعني مش صحابي او عيلتي تقريبا، يعني انا تقريبا كل اللي في النادي كلهم يبقى زي اخواتي واكتر كمان. انت بتقضي في النادي وقت؟ انا بقضي في النادي اكتر من بروح اثنين ثلاثه اربعه يعني حسب انا وطريق يعني البيت، انا بقعد في النادي اكتر من بقعد في بيتنا، بشوف يعني بشوف صحابي والكباتن وبتاع اكتر ما بشوف اهلي. حاسس ان والدك ووالدتك يعني داعمينك في الموضوع ده؟ طبعا يعني انا كل فتره يعني بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى هي امي ووالدي يعني. بيحبوا الباسكت برضو؟ هو بيحبوا الباسكت بس بيحبوا مذاكره اكتر. طيب انت برضو نفس الموضوع بتاثر في المذاكره ولا؟ لا هو انا ثانويه عامه فانا اصلا يعني الموضوع تعبني جدا يعني، يا اما فوت درس يا اما فوت تمرين، فهي بنظمها يعني. بس في ناس بتذاكر في النادي او بيقول ان هم بيذاكروا في النادي، في ناس بيقولوا زي بس ما فيش حد يعني مش نضحك على بعض، مفيش حد بيذاكر في النادي يعني. تبقى صعبه جدا. صعبه جدا يعني. كابتن علي في تواصل مع اولياء الامور بحيث التنسيق لكل ما يخص الفريق؟ بص يعني بتبقى قليله جدا ان هم طبعا ناس كبار وبتاع، فالتعامل بيبقى معاهم هم دايركت طبعا، بس طبعا لو في مشكله وبتاع وهم عاملين مشكله فبييجوا بيقولوا لي طبعا وبتاع وبنسمع وبتاع وبنحاول نحل الموضوع. وطبعا بيبقى في تنظيم طبعا مع بالذات بتوع الثانويه العامه، ان يعني بتبقى مشكله يعني بتبقى مشكله فعلا بتوع الثانويه العامه ان المواعيد، فساعات بتخلي التمرين 10 ونص بالليل طبعا، فبتبقى صعبه جدا في الشباب يعني بيخلصوا دروسهم وييجوا، فساعات احنا تسع فرق في الصاله، فالمواعيد على طول الصاله شغاله من 8 الصبح ل 12 بالليل، فعشان نحط ميعاد والكلام دوت فبتبقى صعبه جدا يعني. فبنحاول على قد ما نقدر ان ال 16 وال 18 وال 20 بياخدوا المواعيد المتاخره يكونوا الدروس والكلام ده. ودي طبعا بتبقى في مشكله يعني، كابتن طاهر طالع عينه في الموضوع ده كل اسبوع في قصه الجدول، في قصه المواعيد والدروس والامتحانات. الامتحانات لان فتره الامتحانات اكيد بيبقى في غيابات بس كتير. انا عايز اقول لك حاجه بس يعني فعلا انا هقول لك حاجه، انا اشتغلت في يعني اشتغلت في سبورتنج واشتغلت في هليوبوليس واشتغلت في سموحه، لعبت النادي الاهلي مختلفه، اللعيب النوعيه مختلفه. في ايه؟ النوعيه يعني هقول لك يعني ممكن لو عندك ماتش او عندك تمرينه مهمه عادي ممكن الناس ما تروحش امتحان. ده بيحصل يعني، بيعملوا كل حاجه عشان حب النادي الاهلي مختلف. طبعا الوضع مختلف، الوضع يعني في حاجه يعني في حاجه مش طبيعيه في النادي الاهلي. يعني كلعيبه بقى ومنظومه ومجلس اداره ونشاط رياضي ولعيبه ومدربين ومدربين، العمليه مختلفه. العمليه مختلفه جوه النادي الاهلي خالص يعني. محمد مبسوط من الحاله اللي كلكم فيها داخل التيم، قريبين من بعض جدا وبتساعدوا بعض حتى لو في بعض الاوقات الاداء مش على قد المستوى اللي المفروض تعملوه؟ طبعا انا مبسوط، ما اقدرش اقول غير كده، الفرقه كلها بتحب بعض وقلبها على بعض وكلنا عايزين نكسب، فكده كده غصب عننا هنساعد بعض، غير كده احنا كلنا بنلعب تحت اسم النادي الاهلي، فاحنا كتيم في النادي الاهلي احنا ما ينفعش نخسر، فكده كده هنضطر ان احنا برضه نخسر نفسنا ونحب بعض وهنساعد بعض كلنا، واللي ناقصه حاجه التاني بيقف جنبه، وحتى لو في المذاكره لو اتنين في ثانيه ثانوي او ثانويه عامه برضه بيقعدوا مع بعض او كده، ده بره الملعب، جوه الملعب كلنا دايما اسره واحده، واي حد ناقصه حاجه التاني بيكملها له وبيساعده ازاي يعني يكملها ويحسنها عنده.
بالنسبه للباسكت لعبه ارقام، بتبقى مركز مع الساعه اكتر ولا مركز في طريقه اللعب؟ خاصه بطوله الجمهوريه فرق البوينتس مش هيبقى كبير، وانت بتلعب فرق تقيله هتقابلها في الفتره اللي جايه، هتبقى جوه الملعب احساسك ايه؟ هو طبعا هيبقى في بطوله الجمهوريه هتبقى الماتشات صعبه، ف يعني هيبقى كده كده الماتش بيبقى واخدني، فهبقى مركز في الماتش اكتر ما مركز انا على البورد وعلى السكور بورد او على التايم، ف يعني مش هبقى واخد بالي من التايم قوي، يعني انا يعني في دماغي ان انا عايز اكسب الماتش ده واستحاله اخسره، ف مش هينفع اركز مع السكور بورد او مع التايم ال 24 او تايم الجيم عامه. دي اكتر حاجه كابتن علي بيركز فيها في المحاضره. هو كابتن علي دايما بيراجع على السيستم بتاعنا عامه، بعدين بيتكلم معانا على كل لعيب في الفريق الثاني الانديفيدوال بتاعه بيعمل ايه في الملعب، شغله ايه في معظم الوقت، يعني تحركاته ازاي معظم الوقت كده، فبنركز معاه عشان نعرف برده حتى جوه السيستم بتاعنا ازاي نلعب عليهم، ازاي يعني نسبقهم بخطوه علشان نعرف حتى نوصل نجيب سكور ونكسب. فدي بتحس ان يعني المذاكره الصح للمنافس بتفرق معاك وبتسهلها لك جوه الملعب؟ طبعا بتفرق طبعا. انت تبقى حافظ اللعيب اللي قدامك وحافظ دماغ الكوتش اللي ماسك الفريق اللي قدامك، حافظ هو هيلعب ازاي او فاهم شويه هو طريقه لعبه ازاي، فانت هتعرف من خلال السيستم بتاعك ازاي تلعب عليه، ازاي توصل تجيب سكور عليه. بالظبط كده. بودي عايز اسالك، بالنسبه ان انت لعيب بلاي ميكر فلعيب حريف، فايه اكتر حاجه بتمتعك جوه الجيم نفسه؟ هو يعني مفيش حاجه بتمتعني اكتر من ان احنا يبقى منظرنا حلو قدام الناس، الحمد لله مش حد فينا بيلعب بره السيستم اللي كابتن علي حاطه، ولما بنلعب في جوه السيستم اللي كابتن علي حاطه بيبقى منظرنا حلو جدا، والحمد لله الناس كلها قالت ان احنا كان منظرنا حلو جدا في البطوله دي عشان احنا تعبنا، والحمد لله كل واحد فينا عنده ميزه، مثلا انا بلاي ميكر فعندي ميزه مهارات مثلا وشوتنج وكده، جارد وبيفوت ريباوند والاسيست والحاجات دي كلها كملوا بعض بالظبط، احنا بنكمل بعض يعني. فمفيش حاجه بتمتعني اكتر من ان احنا منظرنا حلو قدام في الملعب ونكسب الفرقه فرق سكور يعني. طيب مين اللعيب اللي جوه النادي الاهلي شايفه ان هو مثلك العقل؟ طبعا كابتن مهند صباه وكابتن مودي جرحي، طبعا اتنين بلاي ميكرات ما ينفعش حد خالص يتكلم عليهم، احسن بلاي ميكرات في مصر تقريبا، وانا ان شاء الله اكون حاجه زيهم ان شاء الله يعني يا رب. بتقوي الشوتنج عندك؟ اه طبعا، ما ينفعش بلاي ميكر يعني كل لعيب ليه مواصفات، ما ينفعش بلاي ميكر من غير شوتنج ودريبل ويعني يكون شايف الملعب وكده، كل واحد ليه ميزه يعني. طيب يوسف، انت لعبت قدام جمهور قبل كده؟ لا. طب حاسس يعني جمهور النادي الاهلي ووجوده مثلا في الصاله وانت ان شاء الله تتصعد درجه اولى وتبتدي تشوفهم وتحس بيهم هيفرق معاك؟ يعني مش عارف، لا ما عنديش اجابه الصراحه. يعني انت ما شفتش ولا ماتش فيه جمهور للماتشات اللي فاتت؟ لا شفت اكيد في البطوله الافريقيه. تحس ان الملعب مختلف؟ اه طبعا الدعم مختلف، ان انت بيبقى فيه دعم. يعني انت كمان كل يعني هو بودي بيضحك كتير مش عارف. يعني هو تبقى الناس بتدعمك من فوق، انت مش عايز تروح الناس زعلانه، فبتديك اللي هو فاهم حافز جامد، يعني انت بتأدي كل، حتى لو انت مش قادر لا هتأدي عشان الناس ما تزعلش، ناس جايه من بيوتها تشجعك كده يعني. طب ما هو اديك عارف اهو يعني هو بيتكسب، بس هو بيتكسب بس غريبه يا كابتن، يعني البوفيتات اللي عندك اللي بتتكسب. والله ما دي مشكله. مشكله. ما ده بوفيتين يعني. لا بس ما شاء الله الاثنين يعني منتخب مصر. اه الاثنين لعيبه جامدين جدا ما شاء الله يعني. ما شاء الله عليهم. بيعملوا ما بينهم يعني جمل؟ هم امبارح غالبا يعني 34 دقيقه الاثنين جنب بعض. 34 دقيقة الاثنين جنب بعض امبارح. طب لما حد بيلعب عليك مان بودي بيلحقوك ولا؟ لا طبعا بيلحقوني يعني اكيد. بس انا الحمد لله انا ربنا مديما، هو مثلا عندي دريبل فانا بعرف اعدي يعني ابصي للناس واشغل الملعب وكده. هو بودي مريحنا في موضوع لما حد بيلعب علينا بريس يعني الناس وهو بيطلع بيها يعني. هو بيخلص القصه لوحده. هو موضوع الموهبه كابتن برضو بتفرق في بعض من الاوقات، انت حضرتك بتحفظ التكتيك والموهبه اللي بتصنع الفرق. طبعا بيبقى في سيستم محطوط وبتاع، بس يعني هو مسهله علينا يعني، هو عمر طارق الصراحه والناس الثانيه اللي بتلعب يعني، برضو كان علاء برضو بيلعب واحد يعني مسهلين علينا يعني، عندهم المهارات كويسه قوي. طيب انا عايز اخد بقى منهم قبل ما نطلع فاصل عشان نحتفل معاهم ببطوله منطقه القاهره، توع بقى جمهور النادي الاهلي في ايه بطوله الجمهوريه؟ ابتدي انت محمد.
بطوله الجمهوريه ان شاء الله هتبقى جوه النادي الاهلي، مش يعني بطوله معانا ان شاء الله. ان شاء الله من الاخر يعني من الاخر جدا عشان انا ايه لو صريح خلاص صبر عربي الرساله وصلت. طبعا زي ما قلت لك من شويه ان احنا ابناء الجمهور الاهلي كله، ان مفيش ان شاء الله بطوله تخرج بره النادي، وهنظهر بمستوى احسن 100 مره من مستوى المنطقه ده، وناخد بطوله الجمهوريه مستريح ان شاء الله. كابتن يوسف ان شاء الله اول مركز ان شاء الله. احنا نطلع فاصل مشاهدينا ونرجع مع نجومنا عشان نحتفل معاهم ببطوله المنطقه لكره السله. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حلو. دايما بنحتفل بنجوم النادي الاهلي وبابطال النادي الاهلي، حققوا بطوله مهمه جدا، بطوله منطقه القاهره. معانا الفريق ككل بيهدوا الكاس لجمهور النادي الاهلي. انا عايز اقول لحضراتكم ان واحنا واقفين نتفرج على المزيكا ونتفرج على جمهور النادي الاهلي، في بعض من اللعيبه كانوا بيغنوا الاغنيه مع الجماهير، حاجه جميله جدا، وهي دي روح الفريق اللي موجوده واللي باينه في هذه الحلقه. نجوم النادي الاهلي رجال السله تحت 18 سنه، بشكرهم بشكل كبير جدا، ووعدونا وعد كل جماهير النادي الاهلي. معانا كابتن علي ومعانا كابتن ماجد المدير الفني والاداري وكل النجوم الجمال اللي هيمثلوا ان شاء الله قوام كبير جدا مش بس النادي الاهلي ولكن للمنتخبات القوميه. برحب بيهم كلهم مره ثانيه زي ما حضراتكم شايفين، مع الداوي، طوبجي، عمر، كابتن ماجد، كابتن علي، وكابتن زياد، وبودي. بودي النهارده كان بيضحك بشكل كبير جدا، ولكن عمر نفس الحاجه. كليميكرات ما شاء الله يا كابتن، يعني كابتن روحهم حلوه. لا جمال، هم جمال يعني. طب كابتن علي، عايزين برضو كلمه ثانيه للمشاهدين النادي الاهلي وطبعا كل الجماهير اللي كنا بنوري اللعيبه الصغيرين يعني ايه جمهور النادي الاهلي وحضوره في المباراه. طبعا انا بشكر جماهير النادي الاهلي شكر كبير جدا، وبوعدهم زي ما باقي الفرقه وعدتهم ان احنا ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر وهنحارب لحد الاخر اللي احنا ندخل بطوله الجمهوريه ان شاء الله تحت 18 سنه النادي الاهلي السنه دي. البطولتين دول فعلا كانوا غايبين عن النادي بقالنا 3 سنين او 4 سنين، فان شاء الله اوعدهم ان شاء الله وابقى مع حضرتك ان شاء الله في شهر باذن الله. انا احتفل بكابتن ماجد برضه، عايز ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بقول لجمهور النادي الاهلي انتم معانا على طول، والنادي الاهلي طول عمره بيلعب على المركز الاول وان شاء الله هنحقق المركز الاول باذن الله. كابتن زياد، كابتن الفرقه، كلمه جمهور النادي الاهلي. بشكر جمهور النادي الاهلي كله على مساندتنا في كل الماتشات وعلى السوشيال ميديا وفي كل حته، ومن غيركم فعلا ما كناش هنكسب. طيب انا قبل الختام بس كان عمر بيغني الاغنيه بتاعت جمهور النادي الاهلي، عايز اسمعها منه قبل ما ننام. عاوزين بقى ايه كله يغنيها. لا ده خلاص كده كده الجمهور مستنيها. الوعد هم هيغنوا معاك. يلا ها غني. حل عالي يا نسر الاهلي. يلا يلا يلا. طب عايزين المزيكا تنزل هم يغنوها معاك. ها Yeah.
شموها حاجة عظيمة في الحياة.